HD. السلام عليكم متابعي قناة مريانا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس تشجيعا لنا لنستمر لنشر المزيد إن شاء الله. أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله. الصلاة تعتبر الصلاة عمود الدين وأول ما يسأل الإنسان عنها بعد أن يموت، وقد اشتقت الكلمة من الصلة، فهي الرابط بين العبد وربه، فيها يركع ويسجد لله ويسبحه، وخاصة إذا أداها في وقتها ولم يتكاسل عنها ولم يؤخرها أو لم يؤدها من الأساس. الدعاء. إن الدعاء عبادة مهمة تفرج الهموم وتكشف الكرب وتقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، والدعاء في كثير من الأحيان يدرأ الشر والظلم والألم عن الإنسان إذا ما قام به بنية صادقة في توجهه لله. بر الوالدين. أمر الله عز وجل الإنسان بطاعة والديه وبرهما وصلتهما وتلبية كافة متطلباتهما في الحياة، خاصة عندما يتقدمان في السن. واعتبر عقوق الوالدين أحد الآثام الكبيرة التي من الممكن أن يرتكبها الإنسان وتدخله جهنم. الزكاة تعني تزكية المال، أي منح فائض المال الذي يملكه الإنسان للفقراء والمحتاجين للتخلص من الحاجة والعوز في المجتمع المسلم، ويكون الأفراد متكاتفين لا يجوع أحدهم والآخر يملك المال وموجود. ولا شك أن هذا التصرف محبب لله عز وجل، حيث يحب الله الإنسان الذي يحس بالآخرين ومعاناتهم ويعينهم فيها، لذا فرضها على المسلمين بمقادير محدودة. الابتعاد عن الغيبة والنميمة. تعرف الغيبة بأنها تناول الناس وأعراضهم بالقبيح من الكلام من ورائهم، أما النميمة فهي نشر الكلام السيء بين طرفين لإحداث العداوة بينهما. وقد أكد الله سبحانه وتعالى على حرمة هذين الأمرين لما يسود المجتمع من بعد كل هذا من فساد وضغائن. وفي المقابل فإن الابتعاد عن مثل هذه السلوكيات يقرب الإنسان من ربه عز وجل. قول كلمة الحق عند السلطان الجائر. كلمة الحق تعني مجازا الحديث الصادق الجريء، وإن لم يعجب الناس ولم يأتي على هواهم، ويعتبر هذا الفعل من الأعمال الأكيدة التي تقرب الإنسان من الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان الأمران يعنيان حث الآخرين بنية صادقة ومخلصة لله تعالى على فعل الخيرات والواجبات، والابتعاد عن النواهي والأمور التي تجلب على الإنسان الإثم والمعاصي، فمثل هذا الإنسان قريب من ربه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مريانا.